عايز أدخل في الموضوع طوالي، عايز أقول إنه الإنسان ما كان مخير في اختيار شكله أو لونه أو قبيلته. كذلك أنت ما كنت مخير في إنك تولد لاجئ أو توجد واحد من سكان الوطن الأصليين. كذلك ما كان في يدك تختار إنك تولد في منطقة مليانة بالحروب والنزاعات والمشاكل، أو تولد في قصر وثير وتكون أمير أو ابن لرجل أعمال وأمورك ضابطة، أو ابن لمتشرد وما قادر تلقى مأوى. ما كان في يدك إنك تختار إنك تولد ذكر أو أنثى. ما كان في يدك إنك تختار إنك ممكن لونك يكون أصفر أو أحمر أو بني أو أسمر أو أي درجة من الدرجات المختلفة. ما كان من حقك تختار لغتك اللي أنت بتتكلم بيها أو لهجتك اللي أنت بتتكلم بيها، أو حتى المشاكل بتاعة الكلام اللي أنت ممكن تكون عندك أو مصاب بيها. حاجات كثيرة ما كان من حقنا إننا نحن نختارها، يعني ولدنا بيها، وما كان من حقنا نقبلها ولا كان من حقنا إننا نرفضها، لكن كان غصبا عننا إننا لازم نتعايش بيها. ما كان من حقك إنك تختار أمك أو أبوك، وأحيانا أنت بتولد لحد ما تموت ما بتعرف من أمك وأبوك. العنصرية أقصى وأسوأ درجات التنمر، لكن أنا بستغرب كيف أنا يعني أكون ولدت بحاجة أنا ما اجتهدت فيها ولا بذلت فيها أي مجهود تخليني أشوف روحي أفضل من التانين أو أتحصل على امتياز جائر ما مستحق يخليني أكون أفضل اجتماعياً أو حتى اقتصادياً من زول تاني. أنا بفتكر السبب الرئيسي في الموضوع ده إننا نحن ما عارفين قيمة بعض في الأساس، لأنه لو أنا عارف القيمة بتاعة الإنسان والإنسانية ككل، فأنا بلا شك مستحيل أستهتر بالبني آدم القدامي ده. واحدة من الحلول اللي أنا بعتقد إنه ممكن تعالج المشاكل دي من الحلول العملية إننا نتجه لإننا نشتغل، نتجه للإنتاج، لأنه الإنتاج بيوجه الناس من إنها تنظر في الاختلافات ما بيناتها دي لإنها مشاكل، بتوجهها لإنها فرص تخليني أخلق قيمة حقيقية في ما بيناتنا. العنصرية في حد ذاتها هي عدم تقدير للاختلاف. نحن لما نمارس العنصرية فنحن في الأساس بنمارس يعني اضطهادنا للاختلاف أو الاختلاف، يعني عدم احترامنا للاختلاف اللي بيحصل في الإنتاج أو في البيزنس عموما. فأنا بحتاج أهتم بكل المراحل اللي بتخليني أبيع المنتج. البيزنس في حد ذاته هو تبادل للمنافع، فأنا عشان أقدر أخذ خدمة منك أو منفعة منك أو أديك خدمة أو منفعة، فأنا لازم أهتم بكل مرحلة من المراحل، بما فيها سلوكياتك، بما فيها قبولك، بما فيها يعني الاهتمام بك وبإنك أنت تكون راضي وساتسفايد. كل اللي عايز أقوله خلونا ننتج يا جماعة ونطلع إنتاج ونتعاون مع بعض، بلا شك حنقلل من المشاكل العنصرية بواسطة الإنتاج. شكراً لكم.